السلام عليكم ورحمة الله، أهلا بكم. لقاء يتجدد. الحرس الثوري وهجوم بمسيرات على سفن إسرائيلية بالخليج العربي. البنتاغون والموساد يكشفان عن عملية أو عمليات من الحرس الثوري بيتم الإعداد ليها لضرب سفن إسرائيلية في الخليج العربي. هكذا تحدث مسؤولين من البنتاغون ومن الموساد لرويترز ونقلت عنهم صحف أخرى. ده السبب اللي هو استدعى من الجزء الاول اللي انا اتكلمت عنه في حلقه امس، وهو ان امريكا قالت ان في تقارير ومعلومات انه الحرس الثوري وايران تمهد لهجوم لضرب اهداف في منطقه الخليج او منطقه الشرق الاوسط. ثم فجاه يعلنوا عن وصول حمله الطائرات جورج دبليو بوش امام السواحل السوريه وامام القاعده الروسيه في طرطوس، وايضا من ناحيه اخرى وصول الغواصه النوويه فلوريدا اللي هتصل البحرين، وانها مرت من البحر الاحمر وستصل البحرين. القاعده هناك فيها توصل ليها في الغالب غدا، ان هي مرت يوم الخميس. ولكن هنا رويترز عن مسؤولين عسكريين تابعين للبنتاغون واستخبارات اسرائيليه قالوا ان الحرس الثوري كان يجهز ويعد لهجوم بالمسيرات الايرانيه، لهجوم هو يعتبر الاعنف ضد سفن نقل إسرائيلية في الخليج العربي. لكن هدف الخبر ده إيه؟ هدف الخبر ده طبعا على الخبر على عهدة رويترز، ورويترز نقلت عن تصريح لمسؤولين، مسؤولين كبار في البنتاغون ومسؤولين في الاستخبارات الإسرائيلية. الخبر أنا أستشعر فيه شيء من الخبث. ليه؟ لأن إيران علاقتها بإسرائيل ليست على ما يرام، وهناك حرب يعني خفيفة كده بينهم. إسرائيل تقصف بداخل إيران قواعد تبع للحرس الثوري أو فيلق البوس أو مراكز بحثية أو والموضوع ده مستمر من منتصف أو بداية 2022. ولكن يعني في هناك هدف إنه يعني في هدف من الموضوع ده، ان هو الاخبار دي ان هي او الحرب دي هي زي ما تكون بتلقي بظلالها على حرب او على امن الخليج. يعني ايه؟ يعني امن السفن، امن الخليج، امن التجاره في الخليج، اشعال منطقه الخليج، دي اهداف امريكيه اسرائيليه واضحه جدا من الاخبار المتتاليه المزعجه اللي أمريكا بتفتعلها بقالها حوالي أسبوع، وإن هي بدأتها أيضا كمان من حوالي يعني شهرين تقريبا. يعني من شهرين كان في موقع استخباراتي أمريكي كان قال إنه إيران والحرس الثوري بيجهزوا أعداد مهولة من المسيرات تتعدى 300 مسيرة للهجوم على مناطق حساسة في المملكة العربية السعودية، وإنه الاستخبارات الأمريكية والCIA والبنتاغون والأمن القومي الأمريكي أبلغ السعودية بهذه الأخبار العالية الخطورة. كل دي كانت أخبار يعني ما كانتش موجودة قبل كده. طب هي ظهرت بعد وصول أو بعد يعني اتفاقيات ما بين السعودية والدول الخليج والعربية وما بين الصين. ليه الأمور دي كلها زادت بعد ما كان في تقارب ل يعني اتفاق للمصالحة ما بين السعودية وما بين إيران، وخاصة إن في وجود يعني تفاهمات ما بين السعودية وما بين الصين، وإنه في اتفاقيات مهمة جدا تزلزل الوجود الأمريكي في المنطقة. مش عايز إن أنا أقول كلمة تحالفات، لأن المملكة العربية السعودية تعمل لمصلحة السعودية وليست تعمل لصالح تحالفات، عشان السؤال ده أنا سألته كتير. المملكة العربية السعودية لا يتسعى لتحالفات لا مع الصين ولا مع روسيا ولا تحالفات مع أمريكا. المملكة العربية السعودية تعمل لمصلحة السعودية فقط، مش لحاجة تانية. تعمل لمصلحة السعودية، تعمل لمصلحة السعودية إنها ممكن تعمل اتفاقيات مع الهند، تعمل لمصلحة السعودية إنها تعمل اتفاقيات مع كوريا، وكذلك الصين، وكذلك روسيا، وكذلك أمريكا. المملكة العربية السعودية عقدت صفقة طائرات لأهم خطوط طيران سعودية جديدة، صفقة تتجاوز الـ 47 مليار دولار، خدتها شركة بوينج الأمريكية. يعني هنا مش موضوع ان هي حليف استراتيجي، لا خلاص الموضوع ده انتهى. السعوديه تعمل
لصالح نفسها فقط، بتشوف مصلحتها فين وبتعملها. في الاخر بيصب في مصلحة السعودية، لكن السعودية لا تسعى لتحالفات مع الصين. يعني السعودية مش هتعمل تحالفات مع الصين ولا مع روسيا، ولا هتبني قواعد لا للصين ولا روسيا في السعودية. الكلام ده مش هيحصل. في نفس الوقت انه يعني الهجوم والهدف اللي امريكا واسرائيل بيسعوا ليه، لان هم تعرضوا لركلات قويه جدا من السعوديه، لان هم كانوا بيعولوا على ان السعوديه والدول الخليجيه، الاردن ومصر والسعوديه والدول الخليجيه، يدخلوا في نيتو مع اسرائيل بحجه مواجهه ايران. فالسعوديه فوتت الفرصه على ده كله، وان هي عقدت اتفاق مع الفزاعه فكسرت شوكه امريكا. والسعودية دلوقتي بتسعى لكسر شوك أمريكا في المنطقة اللي هي إيه؟ ذيول إيران. بس فالسعودية عملت كده. أنت الفزاعة اللي أنت بتستخدمها إيران، خلاص أنا عملت معاها اتفاق. إيران بقى تطلع وحشة حلوة، أنا والله اشتريت البطيخة دي طلعت أرعى من نصيبي، طلعت يعني بطيخة حمرة زي الفل من نصيب، أنا هتصرف بقى مع البطيخة دي. البطيخة الإيرانية دي أنا هتصرف معاها، أنت مالكش دعوة، مش دي أنت دي اللي أنت مصارة إن هي بابا، ولا أنا دي بتاعتنا. كذلك برضو نفس الشيء، برضو ذيول إيران في المنطقة انا هكسر شوكتهم بطريقتنا. فهنا ده اللي مزعج امريكا. عشان كده امريكا ابتدت في الفتره الاخيره يعني دايما تستخدم، والموضوع ده يا جماعه لازم ناخد بالنا منه كويس قوي، امريكا بتستخدم بصوره كثيفه اخبار بيتم تسريبها بقصد، وانا بقول على الكلمه دي بقصد، عبر الصحف الامريكيه. تسمع بقى من وول ستريت جورنال، تسمع من نيوز ويك، تسمع من نيويورك تايمز، تسمع من بوليتيكو، تسمع كل الصحف بنسبة 90%، 95% من الأخبار اللي بتيجي من هناك تقولك إنه ويليام بيرنز، إن اللي هو رئيس السي آي إيه، زار السعودية والتقى بأمير محمد بن سلمان وقال له إن إحنا مصدومين من تصرفات السعودية. الكلام ده بيتعارض مع يعني تصرفات سعودية، تصرفات أمريكية، إن مفيش يعني السعودية لا بتنفي ولا بتكذب الكلام اللي بيتقال، هي ما يعني لا تستعمل ولا تنظر لده. كل الاخبار اللي بتصدر من الصحف الامريكيه بيتم بثها، هي انت ما تعرفش الصدق فين الكذب، ولكن هم كلهم عملاء للسايه. الصحف والصحفيين الامريكيين، حتى لما الصحفيين الامريكيين والمراسلين الاجانب اللي بيجوا هنا بيلتقوا بالقاده العرب، وخاصه القاده العرب في السعوديه، مصر، الدول العربيه المؤثره، بيلتقوا بين بيبقوا عملاء، وبتبقى الاسئله اللي بيتم يعني بيتم درجها، بيبقى يعني الاسئله بتبقى موجوده. الاسئله دي بتكون مش من عقل او من ذهن المراسل او من ذهن اللي هو رئيس المحطه، لا لا، دي بتبقى الاسئله دي بيتم وضعها من السي اي اي عشان تعرف المجلول من الاجابه، عايزه تعرف الاجابه بتاعت الزعيم العربي ده فكره بيروح فين. وبيتم دراسة جيدة جدا للإجابة، ويعني والبادي لانجوج بتاعه وعنيه وكل تصرفاته كلها بيشوفوها ازاي، بيدرسوا ويشوفوا بيتم إرسال الأسئلة دي كلها. فإحنا لا نعول الأخبار دي. أنا ليه بقول لكم الخبر؟ لأن الخبر ده تم نقله، نقلته كل الوكالات، يعني الحدث العربية والعربية سكانيوز، كل ده نقل إن رويترز نقلت وقالت إن مسؤولين أمريكيين وإسرائيليين إن الحرس الثوري بيجهز لهجوم. لكن وارد جدا إن يحصل حاجة زي كده. لو حصل حاجة زي كده يبقى توافق ما بين الحرس الثوري وما بين إسرائيل، لأن الحرس الثوري وإسرائيل يعني الحرس الثوري يعمل ضد مصلحة يعني اتفاقيات إيران. لو دخلت وشفته وكالة التسنيم اللي بتتكلم بلسان الحرس الثوري، وكالة التسنيم الدولية للأنباء، وكالة فارس، لما يجي يقولوا خبر حتى إنه وفد سعودي وصل لدراسة الدراسة الموقف الأمني لفتح القنصلية السعودية في مشهد، في مدينة مشهد مثلا، تحت الخبر اليوم كاتبين كده اليمن والعراق وسوريا ولبنان والسعودية. هم شايفين السعودية، الحرس الثوري شايف ان السعودية عدو، تعمل معها اتفاقية ما تعملش اتفاقية، هو يعني الخارجية تعمل اتفاقية، يعني الجنرال علي شمخاني يعمل اتفاقية بأمر من المرشد، ما لهمش دعوة. الحرس الثوري عقليته ايديولوجيته ان السعودية الامارات دول العربية كلهم اعداء، هم اعداء، هم مش شايفين غير كده، تعمل اتفاق تعملش ما هم ما لهمش دعوة. لكن عشان بس الناس ان هي ممكن تشوف ان الاتفاقية ديت ان ايران، لا، ايران لن تستطيع ان هي تخرج عن الاتفاقية رغم ان ايديولوجيتها وطبيعيتها ان هي
بتنقع له يعني تنقض اي عهد يعني. ولكن الان الصين مش موضوع ضامن. الصين والسعوديه طلبوا ما طلبوش يعني حسين امير وزير خارجيه ايران قالوا ده مندوب علاقات عامه احنا مش عايزين نقعد معاه. جابوا علي شمخاني اللي هو مستشار امن قومي بانه يكون معاه تفويض من مكتب المرشد بال يعني التعهد بالامور دي كلها. هتقول ما احنا عارفين ان هما الملالي نفسه ما عندوش كلمه، لكن لا هو في مرحله ضعف، فهو في مرحله مش ضعف، مرحله انهيار، فهو يعني غصب يعني هو يعني الجزمه فوق رقبته ان هو يعني هيمشي ويدنه ماشي، يعني يمشي زي يعني يمشي زي الالف، زي الكتاب ما بيقول هيدنه ماشي على الخط لغايه لما يشم نفسه بقى، يعني يستحوذ على اسلحه نوويه، امور تخرج عن السيطره، اي قصه يعني هياخد يعني الوقت ده بقى هيكون بعد كده هيكون في تصرف اخر مع ايران. وايران في اشد الحاجه للتعامل والتعاون مع المملكه العربيه السعوديه، لكن احنا لسه في مرحله جس نبض، لسه قدامنا يعني حوالي 30 يوم. هيتم فتح القنصليه يعني في القريب العاجل، ولكن وفي وفد سعودي وصل ايران وان هو التقى بمسؤولين ايرانيين وهنشوف الكلام ده كله، ولكن الاحداث وان امريكا واسرائيل بيحشدوا وسائل الاعلام للزج باشعال المنطقه عبر احداث موجوده في سوريا في لبنان في غزه، عبر اشعال احداث اخرى. وارد جدا نشوف احداث يتم اشتعالها في البحر الاحمر، وارد جدا يتم اشتعال الموقف في الخليج او في خليج عمان او اي سفن تجاريه اسرائيليه يتم قصفها. لكن اسرائيل ما بتحاربش يعني تطلق مسيرة لكن ما تخشش في مواجهة. يعني ليه إسرائيل مثلا ما بتضربش السفن الحربية الإسرائيلية؟ طب أنا مثلا هطرح سؤال، هو ليه الصحف يعني رويترز لما نقلت عن الرئيس الاستخبارات أو مسؤولين الاستخبارات الإسرائيلية ومسؤولين البنتاجون إن هناك معلومات مؤكدة أن الحرس الثوري يجهز لشن هجمات ضد سفن إسرائيلية في الخليج العربي؟ طب دلوقتي أنا هقر معاك إن إيران عايزة تنتقم من إسرائيل وتستهدف سفن النفط الإسرائيلية في الخليج. طب هو مش في سفن تجارية إسرائيلية بتمر من إسرائيل لتركيا أو من إسرائيل لليونان؟ بس خلينا بس اللي هي من إسرائيل لتركيا، مش في خط ملاحي سفن إسرائيلية في البحر المتوسط وبتمر من أمام سوريا؟ طب ما أنت عندك مسيرات تابعة لأزرعك وأهم حذاء عندك يا حرس ثوري يا فيلق بؤس حزب الشيطان، ادي ارفع سماعة التليفون وقاني موجود هناك في سوريا عايش ومبلط بقاله عشر ايام، ادي اوامر لحسن كبتاجون يطلق كم مسيرة او كم صاروخ من يعني من السواحل الى السفن الاسرائيلية. لكن ما تقدرش انطلاقا من لبنان دلوقتي، حزب الله او حزب يعني حزب الشيطان ما يقدرش، وحتى الميليشيات الايرانية لا تستطيع ان هي تطلق مسيرات رغم ان عندهم مسيرات في سوريا، لا يستطيع أو من لبنان لا يستطيع إطلاق على السفن التجارية في البحر المتوسط في الطريق إلى تركيا، لأنه مش هيقدروا إن هم يزعلوا تركيا، ده رقم واحد، لأن هم طبخينهم مع بعض. الحاجة التانية إن الغرض إشعال الحرب في الخليج مش في البحر الأحمر، البحر المتوسط ممكن في جنوب البحر الأحمر وممكن في البحر يعني ممكن وارد جداً يتم استهدافه. وعلى فكرة يعني العسكريين الإسرائيليين والاستخبارات الإسرائيلية، وأنا اتكلمت في الموضوع ده من حوالي أسبوعين أو ثلاثة، إن هم ألمحوا إنه في خطر على السفن الإسرائيلية في البحر الأحمر، فإذن هنا وارد جدا يتم يعني استهداف هنا. يبقى الغرض يعني الأمن الملاحي في البحر الأحمر، الأمن الاقتصادي، الأمن التجاري، شريان الحياة بالنسبة لدول زي مصر وزي السعودية بيمر من البحر الأحمر وخليج السويس باب المندب، فده شريان مهم جدا، موانئ مهمة هامة جدا للغاية للسعودية على البحر الأحمر، كذلك موانئ مهمة جدا لمصر على البحر الأحمر نفس الشيء. فهنا سؤال مهم جدا والله، أنا أنتظر الإجابة منكم، هي ليه يعني المسؤولين الامريكيين البنتاجون ليه لما حبوا ان هم ينشروا اخبار خبيثه باشعال الحرب في الخليج، طب ليه ما قالوش انه الحرس الثوري
هيطلق مسيرات ويستعمل هجمات ضد السفن التجارية أو السفن الإسرائيلية في البحر المتوسط، شرق المتوسط. ليه؟ ما إسرائيل عندها خطوط ملاحية ولوجيستيك في البحر المتوسط عشرات السفن. سفينة واحدة، سفينة واحدة من 50 سفينة، يعني رايحة تركيا، رايحة اليونان، رايحة أي داهية. لكن ما تقدرش. لا، هنا الهدف الخليج العربي، الهدف هنا الخليج العربي. لأن الهدف، الخلاصة بس يا جماعة، الهدف مش إنه الهجمات دي للسفن الإسرائيلية، لا، إسرائيل وأمريكا عايزين يعلنوا أو إن هو تبقى الهدف، يعني الهدف الغير مباشر والمباشر أيضا هو السعودية. الهدف من الأخبار الخبيثة دي السعودية، مش الهدف منها إنه ضرب سفن شحن إسرائيلية. الموضوع ده مش هيأثر في إسرائيل في حاجة. ما هم من 3 أسابيع وشهر، وبرضه من أشهر، قصفوا يعني بمسيرات سفن إسرائيل، وأكملت الرحلات عادي جدا. سفن إسرائيلية، رجال أعمال إسرائيليين، المقرات بتاعتهم موجودة في سنغافور أو في سنغافورة أو موجودة في شرق آسيا، وهي يعني بتحمل أعلام لدول تانية، وتبقى يعني بيبقى الأونرز بتاعتها، المالك بتاعها بيبقوا إسرائيليين. لكن ده يعني حرب نفسية، عايزين حرب نفسية ممكن يشعلوها بخبث، ولكن هنا في حرب نفسية إعلامية بتديرها أمريكا ببراعة كبيرة جدا عبر الصحف الأمريكية. تسمع بقى من رويترز، طول ما أنت بتسمع إن نيويورك تايمز قالت كذا، وول ستريت جورنال قالت كذا، نيوزويك قالت كذا، الكلام ده كله بنسبة 95% بيتم توجيهه إعلاميا لولاة الأمر في الدول العربية الأهم، عشان خاطر ممارسة حرب نفسية علينا فقط لشيء. ممكن تبقى انذارات لإشعال حرب فعلا حقيقية، عشان خاطر هو غرضهم الخبيث إن يتم إفشال الاتفاق، لأنه مش عايزين استتباب أمن في المنطقة. الموضوع مش عشان يعني ده دلوقتي في ضربات كبيرة جدا، وأمريكا بتنزف من الضربات اللي تلقتها باتفاق السعودية وإيران، والاتفاق اللي بيتم دلوقتي اللي هيكون في مكة المكرمة ما بين المجلس الرئاسي اليمني وما بين الحوثيين اللي هيتم في مكة المكرمة. دي أخبار أخرى تزعج إسرائيل وأمريكا، إن أنت بتكسر شوك أمريكا في المنطقة. أمريكا هي اللي بتدير أزرع إيران، أمريكا اللي بتديره، حتى كمان الموساد على فكرة بيشارك في الإدارة هذه الزيول. لو أنت مش مصدق الحوثيين ببليهم تأثير، عايز أقول لكم إن في قائمة بتحويل الأموال، لما بيبقى في تحويل أموال من أي يعني من دولة، لما أنت مثلا البنك المركزي مثلا في صنعاء بيتلقى تحويلات أموال دولار، بيبقى الإشعارات مكتوب فيه الفلوس الأموال دي جاية منين. في أكتر من 60 مليون دولار تم تحويلهم في خلال 3 أشهر دول من إسرائيل لصنعاء. البنك المركزي في صنعاء تلقى 60 مليون دولار منين؟ هو في يمنيين شغالين في إسرائيل؟ طب في تجارة ما بين صنعاء وبين إسرائيل؟ مفيش. يبقى الفلوس دي جت منين؟ جت منين يا بخيتي؟ جت منين يا محمد يا علي يا حوثي؟ جت منين يا مهدي يا مشاط؟ لكن في الأخير إن ده اتفاق وبيتم، وفي الأخر لمصلحة يعني الهدوء في المنطقة، ومصلحة المملكة العربية السعودية، ومصلحة اليمنيين، وعلى الشعب اليمني إن هو يلتف يعني لمصلحة وطنه، وإن هو يعمل لمصلحة وطنه. حفظ الله الجميع، صدقكم الله الذي لا تضيع ودائعه.